جابوه لحضراتكم في اول حلقه. احنا اذا كانت الشاشه دي بترفع شعار اسمه خليك في البيت على المستوى الايام دي والايام اللي جايه، احنا مش هنقول لك خليك في البيت الا كنوع من الرفاهيه، احنا بنقول لك الكلام ده علشان نحاول كمان نملى وقتك بمعلومات حقيقيه وتقدر تتعامل ازاي مع الظرف اللي العالم كله بيتعامل معاه. لما بنقول لحضراتكم خليك في البيت مره تانية ده مش دلع، لكن كلمه السوشيال ديستانسينج اللي هي المسافه الاجتماعيه دي كلمه مليانه في جميع انحاء العالم دلوقتي، بيحاول العالم انه يطبقها عشان تكسر السلسله، تكسر سلسله العدوى او انتشار المرض وفقا للواحد بيقراه من كل المؤسسات العلميه المعترف بيها وفي مقدمتها منظمه الصحه العالميه، انه اخطر ما في هذا المرض هو سرعه انتشاره او قدرته على الانتشار السريع. من حوالي شهر كان مشرفني في البرنامج دكتور عوض تاج الدين، وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده هو احد بقى ايه زي ما الاستاذ ديارش ممكن بيتكلم دلوقتي، هو احد السلطات يعني احد المرجعيات الاساسيه في امراض الصدر مش بس في مصر ولكن على مستوى العالم العربي كمان، غير طبعا تجربته كوزير صحه اسبق. مرحبا بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بيك يا فندم وشاكر جدا على هذه المقدمه. لا على الاستضافه حقه. الله يخليك الله يخليك. من شهر كنا قاعدين مع حضرتك في بدايه الكلام عن حاجه اسمها كورونا فيروس. النهارده وصل لمصر، وصل للمنطقه العربيه وبنشوف اعداد بتتغير. ايه الفرق ما بين قعدتي مع حضرتك النهارده ومن شهر؟ ايه اللي نعرفه النهارده ما كناش نعرفه من شهر؟ العادتين كانوا مهمين جدا، السابقة واللاحقة. وبشكرك عليهم حضرتك، لأن المرة اللي فاتت احنا استعرضنا يعني الوضع العام مفهوم وما هو المرض وما هو الاحتمالات وده كان صحيح. توقعات يعني. لكن المرة دي احنا دخلنا في بنتعامل مع الجد بقى، بنتعامل مع الحالات أو مع المرض موجود. هل هذا كان متوقع؟ طبعا. متوقع جدا. ليه؟ العالم مفتوح، احنا بلد سياحية، الناس متحركة، ناس رايحة وجاية وناس مسافرة، عاملين في الخارج وفئات مصرية كثيرة، وعلى المستوى المحلي احنا ضد فكرة الانعزال بالظبط. فاحتمالة ان الفيروس ينتقل او يجي احتمال كان وارد وده حصل. لكن هو الحاجة الإيجابية المهمة جدا انك في هذه الأمراض او في هذه الأوبئة يبقى عندك توقعات واحتمالات واستراتيجيات للتعامل مع كل المواقف الموجوده.